طيب انت الماما ليش مو قاعد عند الماما؟ امي انتقلت برا جرمان وما بعرف وين. طيب وابوك؟ ابوي دائما بقلع لي. ليش بقلع؟ هيك. جوعانة يا اختي. شو راح ناكل؟ ما في اكل. جوعانة خبز. اي والله. تعي سقي بس انا خبز ما اعرف وين. امشي لهونيك ناكله. تعي نروح هون ناكل. كلي يا اختي كلي. لا 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 لا، شو عم تعملوا؟ عم ناكل. شو عم تاكلوا؟ شو هاد؟ هذا خبز يابس معفن. كيف ما تركنا ناكل؟ جوعانين والله جوعانين. تركنا ناكل. الجوعانين بتاكلوا هيك شيء؟ ما معنا شو رح ناكل؟ ما لقينا اكل، صرنا يومين جوعانين. تتسمموا يا ابن الحلال تتسمموا. خلينا نتسمم للمرة، كان نموت من جوع. الجوع كافر كافر. يا ابني ليش جوعانين؟ ليش ما عم تطلعوا تاكلوا فوق؟ وين ابوك؟ وين امك؟ ابوي طلع امي. وامي راحت على غير مصنع، طلعت ما بتاكلنا هي. وابوي عم يقلعنا. ما نتحمل. هلا امك ما بتعرف وينها؟ هلا في ناس قالوا لنا امكم هون بجرمان. ايه ساك بس انتقلت برا جرمان. طب ما معكم رقم تليفون؟ ما معكم شيء تحكوها؟ لا. هي متزوجه؟ لا. طب بيت جدك ما رحتوا لعندهم او حاولتوا تقعدوا عندهم؟ بيت جدي والله ما له هنا بالحزن. اوف 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 شو هلا؟ طيب روحوا اسكنوا عند امكم. شو بدكم من ابوكم؟ ليه ما تروحوا عند امكم؟ ليش امي احسن؟ نحن عن امي ضربتنا وقلعنا. هلا انا ماني مجبوره فيكم. ابوكم خليه يربيكم. وانا ابوي كمان عم قلعنا. حسبي الله ونعم الوكيل. بس طيب ليش ما تروح تسكنوا عند بيت جدكم، عند اعمامكم، عند اخوالكم؟ بيت جدي واحبابي واخوالي. بيت جدي بسوريا واخوالي باوروبا واعمامي كمان باوروبا. حسبي الله ونعم. طيب انتم وين عم تناموا؟ شو عم تاكلوا؟ كيف عم تاكلوا وتشربوا؟ وين عم تناموا؟ بالشارع هنيك هاي اللفة هنيك عم ننام. طب هلا هاي العرباية بتوسعكم ثلاثة سوا تناموا فيها؟ ايه نوم هدول بالاول، انا بنام بالنص هو بنام جنبي وهو بنام جنبي. طب تفرجوني كيف تناموا كنتوا؟ وأكل صرنا يومنا ناكلين عم ندور بالأراضي، فكنا لقينا شي شغلة ناكلها. ميتين من الجوع، ميتين من الجوع. وأنتي؟ وأنا جوعانة. جوعانة؟ هلا ابوكم ليش عم بيعمل فيكم هيك؟ وغير هيك شو سوى لكم كمان؟ ابوي كل ما مروا لعنا لعنده بضربنا بعذبنا عشان ما نرجع مره ثانيه لعنده. طب ما سالتوا ليش قلعتنا او ليش ما بدك ايانا؟ سالنا؟ ايه. انا مالي مجبور فيكم، بتروحوا بتناموا بالشارع بالهي، مالي دخل. قال بس يشوف، بس خلي واحد يخطفوكم وياخذكم سلطه. اتفضل دخل. بدأ علينا قلنا شو تدعسكم سيارة، تجيكم قذيفة، تجيكم مرض كورونا، تجيكم حرامية بموتوكم. مين كان يقول لك هيك؟ أبوي. البابا كان يضربكم؟ إيه. كيف كان يضربكم؟ كان بفوتنا على الحمام بشلحنا بالمية الباردة. يلا فوت. بابا ليش يا بابا ليش؟ شو عم تسوي؟ أبو سيدك، أول مرة سامحيني أبو سيدك يا بابا. بوس إيدي ولا بوس إجري ولا؟ جامعة بابا. شو عم تسوي؟
لك بسرعة اشتغل شغلك مرة تفهم حكي لما بعد لا قم من البيت ما ترجعوا لهون مرة ثانية اشتغل سريع اشتغل يلا يلا بابا يلا اشتغل سريع ولب طيب عالسريع 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 اشتغل اشتغل قال عليه الصلاة والسلام من ضرب بصوت ظلما اقتص منه يوم القيامة رواه لا السريع السريع بالشوط السريع أبوس إيدك بابا أبوس إيدك بسرعة 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 شاهد بابا بسرعة بسرعة السريع السريع بسرعة 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 كان يضربك؟ كيف كان يضربك؟ بالعصاي بالعصاي الحمام على ايدي يغون وكسرية بس على الخاص حط المعلقة حلقني على ايدي ليش حرقت؟ هيك بابا الله يخليك ما تحرمني الله يخليك بابا بابا شو عملت لك؟ انا شو عملت لك؟ الله يخليك لا تحرمني انت شو عملتي لي؟ قولي شو ما عملتي لي؟ مو قلت لك لا ترجعي على البيت ابدا؟ الله يخليك بابا الله يخليك الله يخليك مو؟ هن تعرفيهم؟ لا بس اعرف هذا كان ينام وانا كنت احط له اكل وهيك وبعطيه. سالتي وين اهله وين؟ اجت امه قالت انا ما الي كاربي، ابوه مسؤول عنه اخذه ابوه مني. ايه وابوه شو؟ تعرفيه؟ لا ما بعرفه، اجت امه على الحاره هي واخوه الكبير. قلت لها عليه وما ردت. كانت ساكنه امهم هون. ايه وبين ساكن عند الفرن الالي. ايه اخذناهم بايدنا سلمناهم لامهم، امهم قلعتهم من الباب. قال ما بدي اياهم ليش جايبين لي اياهم هم ما بدي اياهم ضلينا نبرم كل الليل نحن ودوريه من المخفر حتى اللي عرفنا بيتهم وين لما عرفنا بيتهم بيت اهلهم عند الفرن الالي اخذناهم لعند بيهم بيهم اخذهم اول مره وثاني مره اخذهم نرجع نلاقيهم بالشارع يهن يدوروا يرجعوا يدوروا على امهم امهم ما تستقبلهم يلا بابا بابا يلا دلعي بابا يلا وين هو وين والله هون على البيت ما عم تجوا ابدا ما حكي ولا بابا والله ما حيوان
ايش؟ ريح كمان. قوم. ايه بابا. ايش عم تسوي هون؟ بابا ما لقينا حدا فيه، وين النار بالشارع؟ قلت لكم تروحوا تقلعوا على بيتكم تروحوا تنبعوا بالعز. شو عم تسوي انت بالبيت؟ شو عم تسوي انت بالبيت؟ شو عم تسوي؟ شو عم تسوي؟ شو عم تسوي بالثاني؟ ها؟ شو عم تعمل هون؟ بابا وين النار؟ شو بدي بيبي؟ بابا وين النار؟ وينك تنام؟ لك نام بالحاويات. لك روح نام بين الاراضي، لك نام بين الزباله. الله لا يوفقك، نام بين مين بقى؟ بابا حتى بالشارع ما عم يصير نام والله، ما في بطانيه، ما في مخده، ما في حرام. اكل نحن شلون ناكل؟ شلون ناكل؟ شلون؟ انا جوعان، اصلي جوعانه. بابا طعميني انا جوعانه بدي اكل. روحي قلي سم الهاري، لك روحي تنبعي بالعزاء ان شاء الله، تاكلي سم الهاري. قوم 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 هون، وجهكم ما عاد بدي اشوفه، فهمان؟ كل ما عرفت اشوفه. يلا رجع يلا تعالوا طلبكم. حيوانات هاي كل القصه. حسبي الله ونعم الوكيل. معقول لسه في هيك؟ في هيك عالم تحامل اولادها؟ شو هالضمير اللي عنده؟ طيب هلا راح اخذكم انا على مكان كثير مناسب لكم ويقويكم، وإن شاء الله يكون مناسب لكم. إن شاء الله. قوموا معي. أول شيء أشتري لكم ثياب وأعطيكم مصاري وأخذكم على مكان تقدروا تناموا وتتقاووا فيه. قوموا لشوف. طيب هلا نحن رح نروح على جمعية، تمام؟ بس هي الجمعية بعيدة عن رفقاتكم يعني. فبدك تودعهم لرفقاتك؟ يلا ودعهم. هاي المصاري كله خلي معك عشان ايش ما بيلزمك مصروف انت والبنت دبروا حالكم فيه. الله يرزقك. لا تسميلي، انت مثل ابني. الله خلينا اياك بدينك وراسنا. الله خلينا اياك يا رب. اسمعني. الله يرزقك. اسمعني يا ابني، هذا من خير رب العالمين، ومن هون ورايح لا تحتاجوا حدا. هلا انا وبطاري رح اعطيكم رقمي، كل ما بيلزمكم شيء بتخبروني. هلا خلينا اخذكم على مكان تتقاووا فيه، مشوا معي. الله خلينا اياك. وانت يا بنتي الله كتمنا مسارك. انت ان شاء الله راح يكون لك مستقبل حلو، وراح خليكي تدرسي وتصيري احسن بنت بهالبلد. وتوعد النبي صلى الله عليه وسلم الظلمة بدخول النار، فقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري: ان رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. والقصاص من الظالم إن لم يكن في الدنيا كان في الآخرة. قال عليه الصلاة والسلام: من ضرب بسوط ظلما اقتص منه يوم القيامة. رواه البخاري.